شكرا يا فندم. هو زي ما حضراتكم تعلمون كان في توجيه من فخامه الرئيس بان احنا نعمل مشروع قانون للاسره جديد يواكب العصر ويكون محقق للتوازن بين حقوق المراه وحقوق الرجل ويراعي المصلحه الفضلى للطفل. هذا القانون احنا انتهينا منه يا فندم من كل احكامه الموضوعيه والاجرائيه، خلصناه خالص. احنا دلوقتي في فتره مراجعة الصياغة لضبطها، لكن احنا انتهينا من كامل المشروع من الناحية الموضوعية ومن الناحية الإجرائية أيضا. المشروع ده جنب منه مشروع قانون تاني لصندوق للأسرة المصرية علشان يدعم. طب الصندوق، في صندوق فعلا قائم حاليا، بس فخامة الرئيس وجه ان يتوسع شوية في خدماته وفي المبالغ اللي بيديها للأسرة المصرية، فكان محتاج ان احنا نشوف موارد اخرى ونشوف بعض المصادر اللي ندخل بيها موارد للصندوق دون ان تحمل اي أسرة مصرية مهما كان مستواها المادي اي اعباء اضافية او مستحيلة، يعني هتبقى حاجات بسيطة جدا.